كل موسم الاهلي راعي بتاعه وراعي بطوله الدوري، الاثنين مختلفين. الاهلي مش عايز يحط راعي البطوله في المؤتمر الصحفي بتاعه، واتحاد الكوره راح لاغي المؤتمر الصحفي عشان مش عايز يحط الاهلي مش عايز يحط اللوجو بتاعه. مشكله لازم تتحل، ما ينفعش كل واحد عايز يعمل في دماغه، لازم يوصلوا لحل وسط. الاهلي لقى ان يعني الاهلي بيحمل الغرامات دي على الشركه الراعيه، هي اللي هتدفع له غرامات، فبالتالي يعني نوعا ما مش حاسب المشكله النادي الاهلي، ولكن هي مشكله عقود لم تدار بشكل كويس او بشكل فني. ما كانش النيه ان يمكن كانت الشركه دي هي راعي الاهلي قبل كده، فبقت راعي الاتحاد وبقت هي اللي غارين دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي. مواضيع كثيره مختلفه وشائكه، وزي ما قلت لكم يعني ازمه الرعايه تشكل ازمه كبيره بين الاهلي واتحاد الكره بسبب رفضه حضور المؤتمرات الصحفيه عقب المباريات في حاله وضع اللوجو الخاص بالشركه الراعيه للجبليه، وهو تعارض مع الراعي الرسمي الاحمر. وفي محاوله لحل تلك الازمه وتجنب الغرامات التي وقعها اتحاد الكره على النادي، عقدت اداره النادي اجتماعا مع الوكاله الراعيه للفريق، تم فيه اتفاق خلال الجلسه على تحمل الوكاله جميع الغرامات التي سيتم توقيعها على النادي. ده طبعا الكلام ده من السنه اللي فاتت، احنا عايشين في هذه الازمه، وهي الوكاله واحده، يعني الوكاله اعتقد هي اللي في ايديها كل حاجه. ف يعني يشوفوا حل، يقعدوا مع بعض بدل المنظر كده مش حلو. لان اللي ماسك الاتحاد الكوره هو عمرو عفيفي، واللي ماسك الاهلي هو الاهرام، وعمرو عفيفي والاهرام يعني في بينهم شغل كتير اكيد بشكل كبير جدا جدا، وهيعرفوا يوصلوا لاتفاق. يعني الموضوع مش صعب، ولكن مش معقوله كل اسبوع نلاقي نفس الكلام. وزي ما قلت لكم في حاجات كتيره جدا في بلاد كتيره جدا بنلاقي السبونسر بتاع زي ما قلت قبل كده ليفربول مثلا كان عنده بنك اسمه ستاندرد شيرتد ستاندرد، مش متذكر اسم البنك، بيتحط جنبه بنك تاني بيتحط اللي هو باركليز اللي هو الوكيل الرسمي او اللي هو سبونسر بتاع البريمير شيب او بريمير ليج، بيتحطوا الاثنين في ملعب. لما يجي تلاقوا كده المدير الفني ليفربول في ماتشات اللي في انفيلد في ليفربول يبقى وراه، هتلاقوا الاثنين موجودين، الراعي الرسمي للبطوله والراعي بتاع الفرقه، وخلاص وخلصنا. يعني الموضوع مش صعب. نفس الكلام زي ما قلت لكم برضه كان في ايطاليا من سنتين، كان في شركه هنا بتاعت اسمها ويند، كانت هي اللي حاطه على نادي روما وكان وراه، وبقى اللوجو او سبونسر الراعي كان شركه اسمها تيم المنافس بتاع الشركه دي، وبيتحط الاثنين وراهم في المؤتمر الصحفي اللي في نادي روما. ف ايه المشكله لما يتحط الاسمين؟ يعني انا ما اعرفش ايه المشكله، ما الناس عارفه الشركتين وفي شركتين كبار، ما اعرفش يعني، ولكن خلينا نشوف الايام الجايه يحصل فيها ايه. الدوليون في مران الاهلي الجمعه ان شاء الله هيرجعوا زي ما قلت لكم النهارده الساعه 8:00 والثلث مساء، بكره باذن الله هيكونوا متواجدين كل اللاعبين اللي كانوا في المنتخب وكانوا امام سفريه تشيلي، ويذكر اللاعبين هم شيف اكرامي وائل جمعه رامي ربيعه احمد شيدي الناوي عبد الله السعيد والسيد حمدي.